فواز، تحدثنا عن المملكة، خلينا شوي نتحدث على الصعيد العالمي. كيف تختلف قرارات الدول في احتواء الأزمة؟ كيف تباينت قراراتهم؟ طبعا على الصعيد العالمي هنالك ثلاثة مواضيع خطيرة جدا. الموضوع الأول هو موضوع جائحة كورونا، كيف التعامل معها. الموضوع الثاني هو انخفاض الإنتاج لسلاسل الإمداد في الصين، والثالث هو الحرب الباردة المشتعلة والمستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فالتعامل مع هذه الثلاثة إشكاليات في العالم كان لها بعد آخر. أولا استطاعت الدول بأن تمنع الطيران بشكل كبير، وهذا سبب تكاليف باهظة على شركات الطيران وصلت إلى حوالي 200 مليار دولار، ومن ثم ازدادت تكاليف المنتجات التي تقوم بدعم سلاسل الإمداد، ومنها أنصاف المصنعات، ولم تستطع الدخول في الدول التي تصدر لها. فطبعا هذا جميعه أثر على الصادرات، على التجارة الدولية بحدود 17%، انخفضت بحدود 17%، وأيضا كما ذكرنا موضوع الطيران العالمي. ولا شك أن السياحة التي تشكل حوالي 17% من قطاع الخدمات تأثر بشكل كبير جدا، وأدى إلى انكماش بعض الاقتصاديات في العالم، من ضمنها أمريكا بحدود 6%، أوروبا بحوالي 9%، مع أن النمو الاقتصادي انخفض بشكل كبير جدا في عدد من الدول النامية مثل الهند والصين من 9% إلى 1.9%.